الذي يعنينا أن أبا حنيفة وابن أبي ليلى ومعهم جلة وثلة من الفقهاء الأجلة حضروا زواج جماعي، وأنا أقول هذا تنظير للزواج الجماعي. الزواج الجماعي ليس من النوازل الجديدة، بل هو في عهدهم. نعم، في عهدهم كان هناك زواج جماعي، تزوج أخوان بأختين في زواج جماعي، يعتبر زواج جماعي لأن قدر جمع اثنان. فبينما هم على الموائد جاءت جارية تولول تبكي تقول: أغيثونا يا فقهاء الإسلام، أغيثونا يا فقهاء الإسلام. قالوا: وما بالك؟ قالت: قد دخل كل زوج بغير زوجته. ما كان يعرف كل زوج زوجته. لا خبطه. هذا اللي ما عنده نظرة شرعية. واحد لازم يصير عنده نظرة شرعية. خالف السنة في النظرة. لما خالف السنة ربما بلوا بهذا. فقال ابن أبي ليلى: تستبرئ كل واحدة وتنتظر حتى تقضي عدتها، ثم إن ظهرت قد برئت تعود إلى زوجها ولا حرج. وأبو حنيفة كان معه عود ينكت به، أي يحركه في الأرض، وهذا شأن من يفكر. فكر فكر يعمل ذهنه ويعمل ذهنه وفكره وعقله وفقهه وفهمه. وهو وهذا حال أيضا من يتدبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان ينكت بعود وهو عند شفير القبر عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حنيفة، فقال ابن أبي ليلى: ألك رأي يا أبا حنيفة؟ كالزاجر له، لأن ما رأى يفكر. قال: إن أذنت يا إمام. قال: نعم تفضل. قال: أدعو لي الشابين. فأتى الشابان فسارهما، سار الشاب الأول وسار الشاب الثاني. فضحك الشابان ثم انصرف، ثم أخرج حكمه. قال: يعقد الآن لكل شاب على من دخل بها وتنتهي القضية، ولا استبراء ولا عدة ولا شيء. قالوا: كيف؟ قال: لما دعوت الشابين قلت لكل شاب منهما: أعجبتك؟ يعني عجبتك المرأة التي دخلت بها بالغلط؟ قال: نعم. قال: تريدها زوجة؟ تأذن تكون زوجة؟ ترضى؟ قال: أرضى. فقال: إذن هذا وطء شبهة، فإن قدر أن فيه حملا فهو لمن وطئ، وهذا محل إجماع عند العلماء، نقل الإجماع على هذا. ثانيا، أما بالنسبة للعقد فإن كل واحد يطلق زوجته الحقيقية التي لم يرها أصلا ولم يخلو بها ولم يدخل بها، وتحصل البينونة إذ ذاك، ولا نحتاج إلى عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس هناك عدة، ما حصل دخول بنص الآية ولا حصل خلوة على رأي جماهير الفقهاء. فبرئت ساحة كل شاب منهما، ثم عقد له على المرأة التي دخل بها، لأنه إن كتب أن هناك حملا فهو منسوب إليه ولا بد، وانتهت القضية. جميل، هكذا كان حل أبي حنيفة لهذه النازلة. جميل، رحم الله أبو حنيفة النعمان بن ثابت.